بلا شعب وشعب بلا أرض كانت بداية لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث حلت بهم نكبتهم في 5 مايو عام 48، وتمثلت في نجاح الحركة الصهيونية العالمية بدعم من الانتداب البريطاني في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من أرض فلسطين وإعلان دولة إسرائيل. جئنا هنا اليوم لنؤكد للجميع ولكافة العالم، نرسل رسالتنا أن حق العودة لا يسقط بالتقادم، وأن حق العودة الكبار يموتون ولكن الصغار لا ينسون. هنا نؤكد مرة أخرى أن حق العودة حق فردي وجماعي وغير قابل للتفاوض أو التنازل عنه. حيث أسقط الفلسطينيون عبر إحيائهم لهذه الذكرى 65 مقولة الكيان الصهيوني: الكبار يموتون والصغار ينسون، مؤكدين تمسكهم بحق العودة إلى مدنهم وقراهم مهما بلغ بطش الاحتلال ضدهم. الصوت الذي خرج اليوم هو تفنيد لمزاعم الحكام الصهاينة الذين يقولون أن الكبار يموتون والصغار ينسون. لا، لن ننسى حقنا في فلسطين، كل فلسطين. لن أنسى بلدي في حيفا ولا في يافا ولا في اللد ولا في بيسان. نعم للعودة إلى كامل ترابنا الوطني الفلسطيني. وأكد اللاجئون بأنهم أصحاب قضية، يدركون أن المهمة الرئيسية الماثلة أمامهم الانفكاك من الاحتلال، وشعبنا جميعه موحد حول هذا الهدف. فلا يجب أن تصبح مهمة إنجاز حق العودة مهمة اللاجئين وحدهم دون باقي أجزاء الشعب الفلسطيني. إننا نعلن بكل وضوح أننا لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي العسكري منها أو الاستيطاني، وعاصمة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا للقرار 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال. هذا هو موقف شعبنا، وهو أيضا موقف القيادة الفلسطينية. وشددوا على رفضهم مخططات التوطين والتهجير والتعويض بديلا عن العودة، كما وضحوا للعالم أجمع بأن العودة بمفهومهم هي العودة لديارهم الأولى التي سلبت في العام 48، وبدون ذلك لن يكون هناك أمن ولا سلام ولا استقرار، لا لإسرائيل وحدها بل للعالم أجمع. مفتاح ما زال يحمل الفلسطينيون حقهم بالعودة إلى أراضيهم وقراهم في ظل ممارسات مجازر الاحتلال الصهيوني في حقهم. ريما محمود، فضا بريس، غزة، فلسطين.